الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: كان لدي بعض التساؤلات، فدلني أحد الإخوة عليك فجزاه الله خيرا، وأسأل الله أن ينفعك وينفع بعلمك ويبارك فيك. يقول: تساؤلي: هناك قول للعلماء في حكم الاستفادة العلمية من حديث موضوع أو غير ثابت. يقول: أقصد أن هناك عدد من الأحاديث التي لا تصح ولكن فيها نفع عظيم، وقد وقفت على مجموعة من هذه الأحاديث، ومنها حديث: من عرف نفسه فقد عرف ربه. يقول: وقد قرأت كلاما يكتب بماء الذهب للسيوطي يرحمه الله في كتابه الحاوي في شرح هذا الحديث، مع العلم أنه بين يرحمه الله أن الحديث لا يصح، واستدل بما قاله النووي في فتاويه والزركشي في الأحاديث المشتهرة، لكن السيوطي أورد جملة من تأويل بعض العلماء للحديث كتاج الدين في كتابه لطائف المنن وغيره. الحمد لله رب العالمين، وبعد، لقد أجمع أهل الإسلام ولله الحمد والمنة على حرمة الأعمال على العمل بالحديث الضعيف الموضوع، فلا يجوز للإنسان أن يعمل بشيء من الأحاديث المكذوبة المختلقة المصنوعة الموضوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإذا ما يسمى بالأحاديث الموضوعة المكذوبة المختلقة المصنوعة لا نعلم خلافا بين أهل الإسلام في حرمة العمل بشيء منها إن كانت تتضمن شيئا من العمل، ولكن اختلف العلماء في حكم العمل بالحديث الضعيف. والقول الصحيح عندي إن شاء الله تعالى أنه لا يجوز العمل بشيء من الأحاديث الضعيفة أيضا، لأن الله لم يحوج الأمة إلى شيء من الأحاديث الضعيفة، ففي الصحيح غنية عنه ولله الحمد والمنة، ولأن المتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فبان لك بهذا الجزء الأول من الجواب أن العمل بالأحاديث الموضوعة المكذوبة محرم باتفاق العلماء، وأن العمل بالأحاديث الضعيفة لا يجوز في أصح قوليهم. ولكن بقينا في جزئية لا بد أن تنتبه لها وفقك الله، وهي أن الحكم على الحديث بأنه ضعيف إنما هو حكم على سنده، ولا يستلزم أن يتطرق الضعف إلى معناه، فقد يكون في ذاته ومعناه صحيحا ولكنه باعتبار سنده ضعيفا. فإذا وقفت على شيء من الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة باعتبار إسنادها وهي تتضمن شيئا من الحكم والدرر والكلام الطيب الموزون الصحيح والذي هو حق في ذاته، وأردت أن تجعله قاعدة تعمل بها فإن في حياتك وفي مستقبل زمانك وفيما يخصك من التصرفات والأعمال والأقوال فلا بأس عليك بذلك، وهذا، ولكن لا تعمل به على أنه حديث مرفوع أو أنه حكم شرعي ثابت بالأدلة الصحيحة، لا تعمل به على أنه شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نحرص على جمع الحكم التي قالها الناس ونجعلها دستور حياة ونعمل على ضوئها ونتصرف مع غيرنا على مقتضاها، لكننا نعلم مع تصرفنا وعملنا بها واهتمامنا بتطبيق مقتضاها أنها ليست ثابتة عن الشرع، فنحن لا نعمل بها على أنها شريعة وعلى أنها دين وعلى أنها ذات سند صحيح أو أنها شيء ثابت عن الشارع، لا، وإنما نعمل بها لأنها حق في ذاتها، وما كان حقا في ذاته جاز العمل به، وما كان حقا في ذاته جاز العمل به. ولذلك نجد في بعض الأحاديث الموضوعة ما هو حكمة وهي في ذاتها صحيحة، فإذا عملت بها على أنها من الشرع هذا عمل لا يجوز، ولكن إذا عملت بها على أنها كلام حق في ذاته بغض مع اعتقادك بأنها لا تثبت عن الشرع فإن هذا حق جائز ولا بأس به. فإذا الحكم على الشيء على الحديث بأنه مكذوب إنما هو حكم باعتبار إسناده،
ولكن إذا كان في ذاته صحيحا وعملت به على أنه حكمة وجعلتها قاعدة من قواعد حياتك لا على أنها ثابتة عن الشرع، فهذا لا حرج ولا بأس عليك به، من يمنعك من ذلك؟ فإذا لابد أن تفرق بين ما حكم عليه بالضعف بسبب سنده وما حكم عليه بالوضع بسبب سنده. إذا كان الضعيف والموضوع في ذاتها باعتبار متنها صحيحة وحكمة من الحكم التي تروى وتقال، وأنا أضرب لك مثالا واحدا، الحكمة التي تروى على أنها حديث ولكنها حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الصحيح أنه حكمة طبية قالها بعض الأطباء من العرب، وهي قولهم: المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. أولسنا نحن نعمل بها؟ الجواب نعم، نحن نعمل بها، لكننا لا نعمل بها على أنها شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نعمل بها على أنها حكمة قد أثبتت التجارب صحتها وهي حق في ذاتها. فلا بأس على الإنسان إذا رأى حكمة قد وردت في حديث موضوع أو مكذوب أن يبطله في ذاته ولا يعتقد أنه مرفوع أو ثابت، ولكن الحكمة بذاتها إن عمل بها لا بأس بذلك على أنها حكمة وعلى أنها كلام صحيح وعلى أن التجارب قد صدقت هذا الكلام، والله أعلم.